ما انت اونلاين اهو يا عم، ما بتردش علينا ليه؟ اونلاين؟ انا مش اونلاين، واصلا ممكن اكون سايب الموبايل ومش بستخدمه، وحتى لو استخدمته او حد اتصل بيا بظهر لكل الناس ساعتها ان انا اونلاين. المشكله دي على الفيسبوك بتحصل دايما دايما، ومش بتبقى عارف ايه سببها وايه حلها. لكن لحد دلوقتي في ناس ما تعرفش ان هي بتظهر اونلاين للناس، حتى لو بيبقى قافل ده على الماسنجر، حتى لو ما عندكش ماسنجر اصلا. تعال اقول لك تحل المشكله دي ازاي مع بعض في الثواني دي، وهعمل ده على الاربع تطبيقات بتوع الفيسبوك عشان يبقى حتى لو انت بتستخدم اي واحد منهم تعرف تحله ازاي. في البدايه الفيسبوك العادي لما بتفتحه بتفتح القائمه اللي موجوده في الجنب، وهتدخل على الاعدادات، ومن الاعدادات زي ما انت شايف كده هتنزل لتحت شويه وهتلاقي حاله النشاط، واللي بعد ما بتقفلها على طول بيظهر لك رساله ان انت عايز تقفلها بتقول له ايقاف التشغيل. لكن بعد ما قفلته على الفيسبوك برضه لازم تقفله على الماسنجر، واللي منه بتدخل على الصوره بتاعتك اللي موجوده فوق، وبعدها بتلاقي حاله النشاط وبرضه بتوقفها. ولو انت على الفيسبوك لايت، واللي انا طبعا بفضله عن نسخه الفيسبوك العاديه، هتدخل على الاعدادات ومنها برضه هتلاقي حاله النشاط وبرضه هتقفلها. وفي الماسنجر اللايت مكان صورتك هتلاقي فيه شكل الاعدادات او الترس، وهتدخل عليه وهتلاقي على طول فوق حاله النشاط هتقفلها. ولو انت بتستخدم باقه والفيسبوك بيسحب منك نت كتير، شوف الحلقه اللي موجوده هنا.